مرحبا برج السرطان في القراءة العاطفية. لو كنت جديد معنا في القناة، لو سمحت اشترك واضغط على زر تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الحبيب جات ورقة انه في حد حيرجع له من الماضي، ممكن تكون انت وممكن يكون حد تاني، يعني مش ضروري يكون حبيب تاني، ممكن يكون زميل صديق. ولكن عندي هون يعني في الأغلب هو بيفكر فيك وفي الوقت اللي قضيتوه، وبيفكر في الوقت الطفولة. مبين الحبيب عنده مشاكل من الطفولة كانت مأثرة عليه حقيقة. يعني ممكن يكون الحبيب متزوج، لأنه حاسس إنه هو غير مرغوب فيه. إنه غير مرغوب فيه، وإنك ما بتحبوش، وحاسس إنه أنت ما عندكش مشاعر معه واتجاهه. ما بتحبوش. فلو كنت يا برج السرطان حابب الشخص ده، فحاول تبين له أو تظهر له شوية مشاعر، لأنه هو حاسس إنك ما بتحبوش ومش حتعبره. كمان هو في عنده مشاكل من الماضي، في عنده ذكريات من الطفولة زعجته، كذلك في عنده ذكريات معك عم بيتذكرها. وبصراحة الشخص ده بيحاول يصلح من العلاقة اللي كانت بينكم، فمبين عندي انكم انتم متباعدين. فممكن تكون يا برج السرطان تتعامل مع حد من بلد تانية، يعني من بلد تاني، من طائفة تانية، او ممكن تكون بتتعامل مع شخص متجوز متزوج او مرتبط، وهو حاليا يعني هو حاليا في علاقة، ولكن هو مش سعيد في العلاقة اللي هو فيها، وبيفكر فيك، وهو مش متأكد انك بتحبه، يعني لسه بتحبه او حتى بتحبه. وانتو حاليا ما بتتكلموش، هو حاليا بيراقبك يا برج السرطان. انت متراقب يا برج السرطان، هو بيفكر فيك كثير. هو حاليا يعني بصراحة هو عنده استقرار ومستقر في حياته العملية، فخليني اشوف انت بتحبه يا برج السرطان ولا لا. يا برج السرطان خليني اشوف شو راح يطلع معي. استني نشوف يا برج السرطان منيح. الكارت اللي عندي مقلوب، خليني اشوف. انت يا برج السرطان غالبا تحب الشخص ده، والشخص ده عندي حسب الورق مستقر، مستقر ماديا. ممكن تكون متزوج لبرج السرطان، أو في علاقة أو مرتبط، بس متباعدين يعني على مستوى يعني البيت هيك، يعني ممكن.
تعالي عندي يا برج السرطان، إنه في صراعات في راسك حول الشخص ده، يعني بتقول أكلمه ما أكلموش، شخص مناسب ليا ومناسبش ليا، يعني أنت حاسس نفسك كأنك فاهم شو بدك، وشاعر إنك بتحب الشخص ده، وحاليا مبين عندي أنت متباعد مع هذا الشخص أو متباعد عليه، أو حتى ممكن تكونوا بتتكلموا بشكل رسمي. جايز يكون بيشتغل معاك، أو أنتوا مرتبطين أو متزوجين أو هو سايب البيت، بس الشخص ده بيفكر فيك أيا كان موقعك، بيفكر فيك جدا ويريد يتصالح معك ويكلمك، هو عايز يعرض عليك عرض، عايز يعرض عليك عرض، أهو طلعت ورقة العرض مرتين، يعني عاوز يعرض عليك عرض، هو عايز يعني على الأقل إنكم تتواصلوا، حتى لو كان تواصل روحي بينكم، هو بيتواصل معك روحيا، عنده طاقة عالية. خليني نشوف يا برج السرطان، هو متزوج ولا لا؟ لأنه في طاقات طالعة عندي كتير، خلينا نشوف شو راح يطلع عندي. هل هو متزوج أم مرتبط؟ خليني أشوف لك يا برج السرطان، برج السرطان، خليني أشوف. شو هالحظ هذا؟ اللي استنوا أشوف. أوكي ماشي، كنت رح تطلع هيك، ماشي اوكي. يا برج السرطان، الشخص ده مش مرتبط ولا متزوج، هو غالبا يا برج السرطان طالع من علاقة مش كويسة، ما كانش فيها سعيد، سواء كان متزوج او مرتبط، او هو حلو حاليا مرتبط هو مش سعيد وبيفكر يطلع من العلاقة دي. هو حاسس انك ما بتحبوش، هو مش متأكد من مشاعرك حاليا، هو واقف مكانه بيفكر في الذكريات، في الشغلات اللي كانت بيناتكم، هو زعلان وقلقان كتير. يا برج السرطان، شو عملت فيه يا برج السرطان؟ وانت يا برج السرطان مبين عندي انه انت مشغول، مشغول قوي في حياتك العملية، وهي واخدة منك وقت. الشخص ده يا برج السرطان بيحبك وبيراقبك وبيتجسس عليك بطريقة فظيعة، الشخص ده بيحبك كتير يعني بصراحة، حد اليوم يعني شوف، يعني الشخص ده بيحبك كتير هاي الدرجة. خليني اشوف هون، هو متحير منك وحيران بصراحة، يعني متحير، عم يسأل حاله انت حاسس بإيه اتجاهه. في الحقيقة انت حاليا مهتم بحياتك وعم تفكر بنجاحاتك، وكذلك في نفس الوقت يا برج السرطان تفكر كأنه في عندك صراع نفسي مع هذا الشخص، فأنت يا برج السرطان محتاج تصلي وتدعي وتستشفي عشان تعرف أنت عايز إيه مع هذا الإنسان.
لأنه الإنسان هذا، هذا الإنسان هو يائس منك وحاسس إنك مش حتعبره، وهو منتظر منك بس الإشارة، فأنت متراقب منه. هو كمان مستني الوقت المناسب ليك، مستني الإشارة، فحاول تظهر له إنك مهتم بيه إذا أنت عاوز، يعني حسب ظروفك. في الحقيقة يا برج السرطان، خليني أشوف، خليني أشوف هاي النقطة، هاي شنو مشكلتك يا برج السرطان؟ يا برج السرطان، يا برج السرطان طالع عندي يا برج السرطان إنه أنت، أنا شايفك خايف، خايف تقرب. واضح يا برج السرطان إنك زعلان وبتفضل تبقى مكانك، بس راح أقول لك شيء، إنه الشخص ده بيحبك، بيحبك كتير وبيحب ذكرياته معك، هو شايفك السول مايت تبعه. لهذا يا برج السرطان أنا مطالع عندي إنه أنت مشغول قوي، ولازم تسأل ربنا وتدعي أكثر عشان تحسم أمرك يا برج السرطان. في ورقة طالعالك يا برج السرطان بتقول، بتقول أي شيء إحنا بنفكر فيه هو الشيء اللي بيتجلى بحياتنا، لهذا أنت لازم تفكر بشكل إيجابي وبشكل سلبي. ما تقول هذا الشخص عم يخدعني وهيك، لأنه الشغلات اللي إحنا بنآمن فيها بتتجلى. لهيك بيقول لك فكر إيجابي، لا تقول ده مش نافع، لا 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 لا، اعطى فرصة. انت يا برج السرطان محتاج تستشفي، ومحتاج كمان تكلم الملائكة حسب الورقة اللي عندي طلعت لي هون. فانت فانت بتلاقي معنى عميق من خلال الراحة والفكر الإيجابي عن الناس والعلاقات، فلازم تهدي أعصابك يا برج السرطان. ولكن هقول لك يا برج السرطان، سيكون هناك تواصل روحي بيناتكم، والاتجاه هيتغير سواء منك أو منه في الروحانيات. مبين انك انت مش بتتواصل معاها روحيا، ولكن هو حيحاول يخلق تواصل روحي بيناتكم. اذا ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ نشوف، استنوا نشوف شو راح يصير معاكم. يا برج السرطان لازم يحصل تسامح بيناتكم، راح يصير في تسامح، وراح يقل العند عندك. بس حب اقول لك شيء، انه الشخص ده بيحبك كتير وبيرقبك كتير، يعني لحد اليوم شفت القراءة تبع الحمل، القراءة تبع التور، بس القراءة تبعك يا برج السرطان، يعني بصراحة الشخص ده بيحبك كتير وبيرغبك كتير، وكيف بيقولوا الأمور كلها بإيدك يا برج السرطان. ربنا معكم، أشوفكم على خير المرة القادمة.